الراديو 90-90 هواها مصر. كم من 10 على الراديو 90-90 ومعنا الكاتب الصحفي الأستاذ حسن المستكاوي. لسه جاي خبر أستاذ حسن بيقول قررت لجنة احتساب الأهداف في رابطة الدوري الإنجليزي احتساب هدف توتنهام الثاني ضد ستوك سيتي في الجولة اللي فاتت من الدوري الإنجليزي لصالح هاري كين بعد احتجاج النادي اللندني ولاعبه على احتساب الهدف اللي كان تم احتسابه لكريستيان إريكسون. في لجنة عملت من 3 قررت منح الهدف لهاري كين. الطريف في الموضوع ان صلاح كتب على تويتر واو ريلي ما كان يقول لا يا شيخ كده بقت 4 اهداف بدل 5 فرق بينهم الفرق بينهم بص بقى طبعا صلاح واخدها جد وعايز ياخد هداف الدوري الانجليزي ده لقب مهم جدا وانا كنت شايف ان كنت فاهم يعني ان هاري كين يعني برضو يعني واخدها جد طبعا بس مش للدرجه بس هو واخدها جد قوي بقى لانه قال صلاح من قال من تصريحات من كام يوم كده هاري هاري يعني انا عايز ابقى انا عايز الحذاء الذهبي انا عايز ابقى الهداف انا بسعى لكده وحلعب واتاخرت شويه عشان الاصابه لكن هبقى هداف الدوري وححاول على قد ما اقدر ان انا افوز باللقب ده يعني فواضح ان في منافسه بينهم شديده وحتى لو كانت صامته احيانا يعني مش معلنه يعني هي شبه صامته يعني بالتصريحات بتاعه هاري وبتصريح هتسخن كل شويه لا هتسخن كل شويه هتسخن طبعا الفرق بيقرب هو توتنهام بقيله ست ماتشات وليفربول بقيله في المركز الثالث لكن بنفس رصيد النقاط بس عنده 5 ماتشات يعني انا قصدي ان صلاح هيلعب اقل من هاري لو الاثنين هيلعبوا كل ماتشات ماتش طبعا قليل يعني في منافسه موجوده وهتستمر لغايه نهايه الموسم والمنافسه زي المنافسه بتاعت احسن لاعب في الموسم في الهداف في احسن لاعب في الموسم دي منافسه جامده بس يعني اعتقد ان المنافسه برضو هتكون من صلاح وهاري كين لو جاب جوان تاني لان كان دي بروين كان ضمن المرشحين للجائزه دي بس لكن شكله كده هيطلع منها يعني شكله كمان لعيب لعيب هايل يعني كنت مره كلمنا حضرتك قلت لي ممكن ياخد احسن لاعب مين صلاح لا دي بروين ما هو المفروض مرشح كان من المرشحين بقوه لاحسن لاعب لانه دوره مهم جدا مع مانشستر سيتي بس الحقيقه شكله كده يعني بعد مانشستر سيتي اخذ 3 هزايم ورا بعض صحيح هو ما اشتركش مش عارف جوارديولا بيتحزلق احيانا يعني زي ما خلى اجويرو بره الماتش امبارح لغايه اخر ثلث ساعه في المباراه يعني واجويرو ده هدافه من ضمن هدافيه لسه حضرتك شايف ان صلاح لو هياخد انتقال لنادي تاني مش صح لغايه دلوقتي مش صح لاسباب كتيره جدا زي ما قلنا قبل كده ملك في انجلترا ولا وصيف ملك في اسبانيا ده نمره 1 نمره 2 وحاول اقولها بسرعه بس هو متالق في انجلترا لان هقولها الفرقه لا 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 مش الفرقه مهاراته طبعا هو لعيب عنده مهارات لكن قدراته لامعه جدا في انجلترا ما كانتش لامعه قوي في روما يعني كان برضو مؤثر في روما ومش هتبقى ما اعرفش لكن ظني يعني انها في اسبانيا برضو هتبقى صعبه شويه لان الانجليز سهل قوي بشويه مهارات اللي عندك يا صلاح تنور فين تضحك عليهم اوكي يعني ترقص بسهوله تخترق بسهوله مش عايز تجيب البر لا 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 ما في حد هيقول يعني. لي طب ما الفرقه الانجليزيه كلها اجانب لا بس لا صفحات السوشيال ميديا النهارده كلها بتقارن ما بين صلاح وميسي يا راجل ده انا قلت ده جاب جون بطريقه جاب جون بطريقه ميسي فالناس بتقول لي لا 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 ما تقارنوش بميسي يا خرابي ما تقارنوش بميسي لا احنا بنحب صلاح جدا وانا بحب صلاح جدا بس يعني خلينا نبقى في منتهى العدل يعني شويه يعني نبقى عندنا نظره اعمق شويه الحب حاجه وميسي طبعا لعيب قنبله يعني مهاراته يعني يعني كتيره لو اتنقل لاسبانيا
فرصه قد فرصه قد الله اعلم فرصه في في ال في ال في ال انا حاسس انه ملك في انجلترا يعني, وجمهور ليفربول بيعشقه يعني, او جمهور انجليزي خلاص خبر ده كفايه الحضن اللي عمله يورجن كلوب لصلاح بعد الماتش, وكان تعليق الجرائد الانجليزيه في الدقايق الاخيره من المباراه ما شافهاش يورجن كلوب لانه كان بيحضن صلاح. يعني كانت السعاده بتاعته هذا الحب طبعا من جمهور بيغني له بيغني باسمه لا يعني, وبعدين هو الهولا بالانجليزي هو انجلترا هو طب اللي هيلعب في اسبانيا مش حد هيقول له ازاي صحيح. هو السوبر ستار بتاع ليفربول فعلا يعني, ففكره انك تبقى السوبر ستار بتاع فرقه من اقوى الفرق, وعلى فكره ليفربول اكتر الفرق في انجلترا شعبيه اكتر الفرق في انجلترا شعبيه, وشعبيتهم ما بين الصحف الانجليزيه هي الاعلى يعني, الصحفيين الانجليزي الرياضيين يعني بيحبوا ليفربول اكتر نادي كمان ومحمد صلاح بقى هو نجم ليفربول فكلهم بيحبوه دلوقتي. ده يعني كل تعليقات كمان الجرايد النهارده الصبح كل الجرايد تقريبا ما عدا الجارديان كلها بتقول صلاح هزم مانشستر سيتي مش ليفربول هزم مانشستر سيتي. ما احنا كمان بنقول كده. طب احنا نقول عشان صلاح ده ابننا. هم يقولوا كده.